السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. الاول انا بعتذر عن الفترة اللي عدت دي، عن فترة غيابي. معلش، هي ظروف خارجة عن ارادتي، فالحمد لله. دلوقتي احنا بنرجع فيديو جديد، اعادة تصليح واعادة تدوير، تصليح واعادة تدوير فستان كان ضاق على صاحبته، فعايزة تعيد تصليحه من جديد ويتلبس. القطعة اللي فوق دي طول كان معمولة، الترز بتاعها عاملها من فوق تلبسها زي كاب كده، لو حاجة ضيقة او حاجة زي كده، بس هي ما كانتش ملبوسة على نفس الفستان ده زي ما انتم شايفين كده. كان السوستة من ورا كمان السحرية بايظة وعاملاها على ايديها، واحنا عايزين نوسع من الجنب ده كده من الخياطتين. القماشة بتاعت الفستان دي اسكوبة، فيها نسبة لكرة شوية، وبرده في الجزء الاحمر ده فيه نسبة لكرة شوية. بس قبل ما نبتدي، يا ريت ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. القطعه اللي فوق دي انا دلوقتي بطبقها عشان اوريكم القصه بتاعتها ازاي بالظبط. ده الجزء اللي هو فيه كبير، او الكلفه اللي من فوق دي اللي بتبقى من عند الرقبه على الكمام، مشبوكه بس يدوبك كده بغرز بسيطه، عندي حرده الرقبه حواليها وعندي اول الكتف، وهي معموله نازله بدوران كده زي الكاب بالظبط، تمام، ونازله بميل زي العبايات الفراشه اللي هي من عند الرقبه لحد الطرف الاول للكمام، نازله بميل خالص. انا بقول لكم المعلومه دي عشان اوريكم في الاخر بس ايه الميل ده، خلينا نتصرف ازاي في قطعه القماشه دي. دلوقتي انا بفك الجناب خالص، الجيش قال لنا اتصرف. انا بصراحه في البيت عندي ما فيش المقص الصغير بتاع التشطيب او تايه من عندي، فايه اضطريت ان انا اعمل بالموس. طبعا انا فكيت الناحيتين وانا عايزه اوصل المنطقه دي بتاع 4 صوابع. في حلين، ممكن ان انا اوصلها كلها حته واحده، ممكن ان انا اوصل الجزء الاحمر بس لوحده والجزء اللي تحت لوحده. فطبعا عشان ده فيه وسط مقسوم، فانا جابرني ان انا اعمل كل قطعه لوحدها، تمام. انا باخد المقاسات بتاع كل قطعه، اللي هي القطعه اللي فوق اللي هو الاحمر، والقطعه اللي تحت اللي هي ايه السوداء. ولازم لما باجي افتح المسافه اللي انا عايزه اوسعها تكون المسافات متساويه بالظبط. يعني انا هنا نزلت لتحت شويه عند من الوسط لحد تحت 10 سنتي مثلا، انزل الاتجاه التاني 10 سنتي، تمام. انا الحمد لله ان انا لقيت نفس القماشه دي عندي بواقي قماش الاسكوبه، كنت انا عامله منها بدله ليا، فانا خدت منها المسافه اللي انا عايزاها واطبقها بالمنظر ده، هتبقى عامله زي المثلث صغير على 4 طبقات. طبعا لازم تكوني عارفه انت هتوسعي كام سنتي، يعني لو عايزه 4 صوابع مثلا بمقام 10 سنتي، لازم تتني القماشه كده يبقى 5 و5 زي ما انا كده بوريكو. 10 سنتي فدي طبعا 4 طبقات، فبعملها على 5 سنتي وانزل على طول كده، اسيب سنتي بس من تحت عشان هقول لكم ليه دلوقتي. فدي الصافي، فانا بزود كمان مسافه الخياطه تحسبا، يعني لو ربما يكون ايه عايزه اكتر او حاجه زي كده. في ناس بتبقى تقولك بالويم كده اعملي 2 سنتي 3 سنتي وتطلع، لا ده طلعت ضيقه، فيكون انت عامله حسابك وسايبه زياده، ما يجراش حاجه طالما القماش جاي معاكي. طبعا انا قست مسافه الخياطه بالظبط، فطبعا انا في حرده الجيرو في الفستان فيها بيه، فلازم اعمل مسافه بتاع 2 سنتي من فوق كده اللي انا سبتهم، عشان لما باجي اخيط اتنيل جوه اكنه بكففه زي ما انتم شايفين كده، تمام. انا عملت خلاص القطعه واحده وسايبه الزياده برضك، فانا هاخد المسافه دي كده وهنصصها واعمل اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده زي ما انتم شايفين كده. المسافه دي اهي اللي هتبقى فوق مكان البيه ده، وهتتني كده، تمام. دلوقتي بقى انا لغايه لما انا فكيت ده الحاجات، انا بعمل الحاجات دي في البيت، فانا بقص وبخلص وبعد كده اماكن في المحل. فانا دلوقتي بفك برضك الكلفه دي كده، هتبقى شكلها بالمنظر ده كده، ممكن برضك هستعملها على حسب صاحبه الفستان لما تيجي، تمام. ممكن احطها لان عايزه تحط، انا استقريت ان انا احط التل ده ك هتشوفها في اخر فيديو كفستان وسط تاني من فوق على الفستان، تمام. شوفوا الميل اللي انا بقول لكم عليه من عند زي العبايات الفراشه كده، من عند حرده الرقبه لميل الكتف، بننزل على اخر الطول بتاعكم بميل بتاع 15 سنتي كمان او 10 سنتي. فطبعا دي لها ميله، فانا هظبطها عايزاها حته دغري خالص، فانا ظبطت كده القماشه من ما لغايه لما جت الاثنين تبقى خط واحد متساوي، تمام. دلوقتي انا عايزه اظبط اعرف ان انا الطول اللي انا قبل ما اقص الطول بتاع القطعه دي قد طول الفستان القطعه اللي هي من الوسط لحد تحت ولا لا. فلقيتها ان هي قدها، بس هتبقى عامله شكل كانه بدوران، يعني الدوران بتاع
بتاع الكاب ده ان هو جاي بدوران من تحت، فهيبقى برضك الفستان طويل من ورا وقدامه من الجناب جاي شكل برضك، هتديها شكل حلو مش وحش ان هي جايه بدوران من الجناب. تمام، انا دلوقتي بقص الحته الزايده دي عشان تديني قطعه مستقيمه. عايزه اقول لكم القطعه دي 4 طبقات على بعض، فاربع طبقات يعني هتديني كشكشه كتير. تمام، وهتبقى بالمنظر ده الطويله كده، دي بنبقى من الجناب. تمام، اجي بقى اعمل ايه، اخيط القطعه الاولانيه اللي هي اللي فوق دي خالص اهي، انا بقيسها واسيب اعمل حسابه المسافه دي كده اهي، واقص عليها خالص. انا عامله برضو كنت عامله حسابي وسايبه بزياده يا جماعه، سايبه بزياده. انا بقص حتى وانا بقص كده سيبت بتاع سنتي كده مسافه الخياطه واقصها، وهم بالتطبيقه بتاعتهم كده. على فكره القماش الاسكوبه ده لوش وظهر، يعني معروف حتى لو اتلخفنت القماشه معروف الوش والظهر، بس عشان تعرفي انهي القطعه اللي فوق، الناحيه اللي فوق والناحيه اللي تحت. تمام، عشان في ناحيه اوسع من ناحيه، انا بظبط كده من عندي. نبتدي بقى ناخد ايه من تحت خالص، من تحت اللي هي بدايه الوسط من تحت، ونسيب الزياده تبقى من فوق عند حرده الجيرو. تمام، عشان دي اللي هنتناها لجوه. ببتدي ان انا اخيطها في طريقه بقى، ان انا ممكن اخيطها كده على طول ومن غير متني من الجناب بالحرف اللي من فوق، اثبتها كده اخيطها. تمام، الناحيه الثانيه بقى بصوا انا باجي اخيطها كده اهون، دي انا وريتكم ناحيه، ممكن بقى اروح ثانيه اهي الاثنين مع بعض كده من غير دي، الناحيه دي كده من قبل متني، اروح مظبطه كده القماش واخيطهم الاثنين مع بعض. يبقى كده خيطت الجنبين مع بعض. في بقى الطريقه بقول لك عليك اللي انا اتنيها كده في الاخر اهي، بمعنى ان انا بعد ما خيطت الجنبين اجي بقى من في الاخر كده اروح تانيها كده لجوه واخيط واثبتها بخياطه. تمام، دي طريقه. انما بقى وانا بقى قبل ما اخيطها المفروض اتنيها كده لجوه اهي، وببتدي اخيط بقى الجنب على بعض. ده الكلام ده من قبل ما اخيطها، انا بوريه لكم بس دلوقتي ان انا ايه ممكن كده وممكن الطريقه دي الطريقتين اهي، واخيطهم كده اتنيهم لجوه. عشان ليه بقى؟ لما باجي اقلبهم تديني تشطيبات حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. بص لما اتقلبت من الناحيه الثانيه من بره ومن جوه كده شكلها كويس، وكمان القماشه مساعده ان هي الاكرة. وبعد كده اديها خياطه بنته كده على قد عرض الدواسه، تبقى ماشيه اكنها الخياطه ماشيه مع البيه بتاع حرزة الجيرو زي ما انتم شايفين كده. كده وسع الدوران، بس وسع قد ايه والمسافه دي كده. احنا من دلوقتي هنعمل الجزء اللي تحت، هناخد قطعة برضك من اللي احنا قصيناه، وهنجيب الطرف الناحية خلينا واخدين بالنا من انه اتجاه هنخيط. تمام، عملنا على الطرف كده، هنيجي بقى من حتة القماشة الصغيرة دي اللي من تحت، هقسم الطرف بتاعها اللي من تحت بالنص كده وعمل علامة عشان دي اللي هتبقى عندها الخياطة، عشان احنا عاملين عايزين الخياطة على هيئة مثلث، فالمثلث ده هتبقى راس المثلث هي اللي احنا علمناها دي، وتبقى الخياطه من مسافه كبيره لفوق لحته اللي احنا عملناها لنص الجزء اللي تحت. يا رب تكونوا فاهمين كلامي، انا مش عارفه، حاسه ان انا مش عارفه اوصل لكم المعلومه او الشرح، بس الصوره برضو هتوضح لكم اكتر وهيبان لكم برضو دلوقتي. انا دلوقتي خيطت القطعه اللي فوق والقطعه اللي تحت، بصوا جايه نازله بمثلث ازاي، وهيبان لكم دلوقتي اهي المثلث اهو اللي انا بقول لكم عليه. دلوقتي بقى اجي ايه اخيط الجزئين مع بعض اهو، الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق، امشيه مع خياطه الوسط بتاعنا. انا هخيط معاكم جنب، والجنب التاني هعمله مع نفسي، بس اكيد يعني ايه عرفته خلاص، واللي عايز يعرف اكتر يرجع الفيديو تاني اهو. بص بالمنظر ده كده، بعد ايه الخياطه دي كلها الفتل دي هتروح اللي هي بتاعه التشطيب، وادي المسافه كبيره اهي، عشان لو حبت تضيق تضيق براحتها كده. يعتبر احنا خلصنا ناحيتين من الخياطه، وادي الفستان اهو بعد ما عملت له الزياده كلها والسوسته ده من الظهر بتاعه، ولو الوسع اهو المسافه اللي انا خدتها فوق وتحت ولا باينه خالص اكنها اصلا من ضمن الفستان. طبعا الحته المفكوكه بتاع ناحيه السوسته دي لسه انا همر على الفستان كله واشوف الحاجات الحتت المقطوعه منه ان انا اعملها. دلوقتي بقى جينا لايه للتول ده اللي هيبقى كشكشه على خط الوسط. تمام، انا دلوقتي فردته بقى على طبقتين، هاخد الجنبين اخيطه بس مش للاخر، لان يعني انتوا عارفين ان الجنبين دول على دوران، فهاجي اخيطها كده لحد مسافه بسيطه، يعني مش هنزل لتحت خالص لانها هتديني دوران، لا انا هشبكها تديني خط الجنب، بعد كده هو اسيب الدوران يدي له شكل حلو للفستان. تمام، انا دلوقتي بخيطه واخيط الجنب التاني
كده انا خلصت الجنبين، واجي بقى ايه الخط ده من فوق الفتحه كده اهو، ده الدوران اللي انا بشاور لكم عليه، ده الدوران اللي بقى من تحت. اجي بقى افرده واعمله ايه، اعمله تحت الدواسه بالايد كده، كشكشه عشوائيه، تمام اهي بالمنظر ده كده هعملها. عايزه اقول لكم ان انا جربت ان انا اعمل بدواسه الفرنس التول ده، ولقيته بيقطع من تحت الدواسه، عشان هو ان هو خفيف، فانا قلت لا اعملها بايديا اسهل واسرع كمان. دلوقتي انا خلاص خلصته وهبتدي اركبه بقى على ده اصعب ما في الفستان، ان انا اركب الجزء اللي تحت ده مقفول وهو مقفول على الفستان وهو متشطب، تمام. باجي بقى احدد الخط النص، الخياطه بتاعت الجنب في التل مع خياطه الجنب بتاعت الفستان، ومن الناحيه التانيه، وبعد كده افتحه من الديل عشان اجيبه تحت المكن. عشان كده بقول لكم الحاجه وهي مقفوله لما بتيجي تتخيط بتبقى صعب جدا. وبرده هتشوفوا الفستان بعد ما يخلص كصوره، بس لسه ما كنتش حطيت فيه التل، الكلفه اللي هي بتبقى اداري بيها الخياطه بتاعت التل ده، عشان صاحبته المفروض لسه ما خدتوش، تمام. انا دلوقتي بتحطه من تحت الدواسه وبفتح الديل خالص، وابقى حريصه عشان كده انا دبسته، وكويس ان هو الفستان فيه خط وسط عشان ما يلخبطنيش، يبقى الخياطه طالعه نازله، التل بالذات بيبقى شكله باين، بالذات الكشكشه. وممكن على فكره يتحط كشكشه كده لوحدها من غير الكلفه اللي هتتحط عليه، وعلى الخياطه تتحط كام فص كده على النص اللي قدام بتاع الوسط، برده يديله شكل جميل جدا. افكار كتير ممكن تعمليها في حاجه اللي انت بتصلحيها وتطلع جميله جدا. يا رب بس اكون قدرت ان انا اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا، وشرحي يكون وافي ان تعرفوا تفهموا منه الكلام اللي انا بقوله وماشي على مع الصوره، عشان دلوقتي احنا قربنا نخلص الفيديو. واتمنى يا ربي بس منكم، يا ريت فضلا وليس امرا، دعوه بصلاح الحال وفك الكرب علينا ولامه محمد باذن الله، ويشفينا ويشفي كل مريض. دلوقتي انا خيطت، بصوا خيطت جزء من الفستان، وشوف الكشكشه مديها شكل جميل جدا. برضو هفضل ان انا ايه تحت الدواسه، ان انا بصوا الكلكعه اللي بتبقى حوالين المكنه طالما الحاجه مقفوله، بصوا شكلها كده بعد ما خلصت، شكله جميل جدا. وناقص لسه هيتحط عليه الكلفه دي، شكلها حلو، اللي هي مشرشيب اللي هي عامله زي الاهرامات، تبقى مدلدله من تحت نازله من تحت كده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.